يا استاذ مسافر، جهزت لي التاشيره بتاعت السفر للحج ان شاء الله؟ عيب عليك، ده انا اسمي مسافر مش جاي من فراغ، انا اللي مسافر نص مصر. ياه، الف مبروك يا دوله. على كده بقى حضرتك اللي سفرت عصام الحضري؟ عندك شيكابالا. ايه ده، انت عندك شيكابالا؟ لا انت مش قلت اتعالجت؟ يا عم شيكابالا ده لعيب كوره، انا اللي مسفره. طب بلاش، عارف احمد حسام اللي بيلعب في توتنهام؟ الواد نيدو. اللي هو خلى توتنهام يعني بودره ولا ايه؟ مش عارف بودره ايه، ده لعيب كوره كبير قوي، انتوا ما بتشوفوش افلام. لا احنا عارفين يا دول، انت يا عم فرحتك بالحج يا عم مخليك طايش من السعاده. كمل يا استاذ مسافر، والله العظيم انا قلبي ارتاح لك. شوف بقى، وسيبك من كل لعيبه الكوره والفنانين اللي احنا قلنا اساميهم دول، اهم واحد انا سفرته منعم. منعم رئيس الوزراء؟ هو في رئيس وزراء جه اسمه منعم؟ مش انت بتقول سفرته يا عم؟ يا عم منعم اخو مراتي، اخو مراتي. اخو مرات؟ ما عارف ده بقى، انت لو ما كنت سفرته كانت مراتك هي اللي سفرتك يا معلم. دولة، بقول لك يا استاذ مسافر، ما تشوف لي بقى عقد اعتراف في اي دوله كده. عقد اعتراف يا ابني مش لازم تسافر له، انا ممكن اعمله لك في اي اسم هنا. بقول لحضرتك ايه؟ تعرف الواد ده؟ انا رمزي يا استاذ مسافر، ابن عم دولة حبيبي. بس هو قريبي من بعيد، يعني ابن عم بس يعني. احسن. طيب بس استاذنك بقى في الفلوس. الفلوس؟ يا والله يعني مش عارف اقول لك ايه على مساعدتك ليا في موضوع الحج ده. دي بتبقى حاجه كده يعني لربنا، وان شاء الله احنا نتمنى لحضرتك حج مبرور. شكرا. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. الف مبروك يا دوله. الله يبارك فيك، شكله بشوش. يلا خدت بالك؟ ايوه يا دوله، والله ده علشان بس نيتك يا دوله. الحمد لله. الا قول لي يا دوله، ان شاء الله يعني انت ناوي تحج في انهي بلد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. فزروا فزروا بقى، انا جايب ايه؟ انا هقول جبت لي القطر اللعبه بتاعي. لا يا حبيبتي، حوادث القطورات اليومين دول كتيره جدا، ممكن القطر اللعبه ده يخبط في الانتريه يبوظ لنا البيت كله. ربنا يخليك يا قلبي يا حياتي، الله يخليك على البارفان بتاع زهره الخشخاش اللي طول عمري بحلم بيه. لا زهره خشخاش ايه يا حبيبتي؟ يا رانيا، زهره الخشخاش دي ممنوعه قانونا، وبعدين ده البارفان اللي بيحطوه نساء المخدرات في كولومبيا، فطبعا مش معقوله اجيب لك يعني خشخاش. يا عم عادل، ما تخلص في ليلتك دي، ايه الجو الممل بتاع الفوازير ده؟ انا بقول احذروا فزروا. انت مالك؟ انت اساسا انت واثقه تماما ان انا مش هجيب لك حاجه يا سناء؟ يبقى ما تجمعش في الكلام، ما تجمعش، تقول حذروا فزروا. خلاص حذروا فزروا كلكم يا جماعه ما عدا سناء. يبقى اكيد جبت لي سيدي. هاتي لسه لسه شويه. ثانك يو يا ارتي بيبي بيبي بيبي، ثانك يو. انت جبت لي المكياج بتاعي، انا عارفه المكياج. متهيألي يا حماتي المكياج ده عكس اللي انا جايبه بالظبط، استغفر الله العظيم. انا عرفت، انت جبت تاشيره الحج. يا سلام عليك يا ماما، دايما عجناني وخبزاني. برافو عليك يا ماما. طبعا ابن بطني، ربنا يخليك لي يا عادل، الف شكر. العفو يا ماما. ربنا يخليك لي يا حبيبي، انا مش عارفه اشكرك ازاي. العفو يا ماما. والله العظيم ما انا عارفه اشكرك ازاي. انا معديها من الصبح، يعني تشكريني على ايه يعني؟ العفو يا ماما. لا شكر على واجب، اطلع بيها بقى. هي ايه دي؟ تأشيرة الحج اللي انت جايبها لي. يا حبيبي يا رب يا رب يسر ذنوباتك كلها. يا رب ذنوباتك كلها. وادعي العادل. عقبالك عقبالك. مفيش فايدة ولا مليون حجة. انتوا بتباركوا لي على ايه؟ لا حرام عليكم، يعني انا حتى الواحد يعني بيقدم حاجه لاخرته، مش كفايه ضيعت عليه دنيته كمان ضيع عليه اخرته. ايه يا دولة دي، انت مش فرحانان ولا ايه؟ لا طبعا، لان انا تاشيره الحج دي مش ليها. ايه؟ ايوه تاشيره الحج دي جايبها لنفسي، حرام عليكم، انا ضيعت عمري كله عشانكم، سيبوني بقى اعمل حاجه لاخرتي، مش كفايه ضيعت دنيتي كمان هضيع اخرتي، حرام عليكم. معلش معلش، ما تزعليش يا انعام بقى، ما انت وعادل واحد. انا مش زعلانه، انا بس اتعشمت فخرمت وداني. خرمتي ودانك؟ ده انت خرمتي 15 خرم يا ماما من عشمك. تيتا، هو بابا مسافر النهارده؟ ايوه يا حبيبتي مسافر النهارده علشان يحج في السعوديه. طب انا عايزه اروح مع بابا. كان اولى خد امه. تروح وترجع لنا بالسلامه يا بيبي. الله يسلمك يا رانيا. بصي يا عادل، انا مش زعلانه عشان مش هحج، لكن بطلب منك طلب عشان تصالحني، هاتلي معاك ميه زمزم. يا سلام يا ماما، عينيا ليكي. طبعا اجيب لك كل اللي انت عايزاه ان شاء الله يا ماما. امال فين رمزي يا عادل عشان يجيب لك الشنطات تحت؟
رمزي يا ستي بعته يجيب لي اعلام بيضة اللي هعلقها في الميكروباص. اتفضل يا عادل، ادي لسه الطلبات اللي احنا عايزينها، حاجة بسيطة. دي حاجة بسيطة؟ حرام عليك، وانا طالع احج ولا طالع اعمل شوبينج يا اخوانا؟ الطلبات دي عايزة كونتينر لوحده او اجيب طيارة شحن بقى لوحدي. افتح الباب. هتقول يا حبيبي ازيك يا سمينه؟ جبت لك الاعلام البيضاء يا معلم. ايه؟ خرب بيتك ان شاء الله. ايه يا اللي انت جايبه ده؟ جايب لي اعلام الزمالك يالا. ايه دول ما بيضاء بقى هي يا عم، ما تدقش بقى. ما هو خطوط حمراء اهي قدام يا ده. انا اساسا وانا طالع المطار بعدي جنب الاستاد، عايز الاهلاويه يكرهوني يالا. ليه دول؟ ده انا لفف لك علم من دولت بقى ابيض كبير قوي وكده على الميكروباص تحت يا حاج. يعني يوم ما تفكر تعمل لي مشاكل. عادل في ايه؟ ما العلم حلو يا عادل، ما تمشيها بقى. الله، طبعا العلم حلو ماشي، همشيها انه حلو ماشي. خلي بالكم من نفسيكم، ربنا يخليكم ان شاء الله. وانا ربنا ياخدك ان شاء الله. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. اخيرا اخيرا استفرست بالبازار لوحدك يا رمزي. انا الامر المستامر المستني في البازار. ايوه جاي. احلى حاجه واحلى طلب لرمزي باشا. لا كدب ولا فشخره يا رمزي باشا، مش هنزرع احلى اربعكو كتير، عدم لمؤاخذه يعني. شكرا. الحساب اللي عندك. حساب ايه يا بدا؟ وفي ايه يا عم؟ اسجلهم على حساب البازار. لا لا لا، ده انت واخد 15 واحد كوكتيل لغايه دلوقتي. وايه يعني بدا؟ وانت هتنق عليا يا عم؟ وخد كمان يا عم 15 جنيه بقشيش. الله لا لا، ده انت بدا عليك هتخربها يا رمزي باشا. سلام عليك. سلام يا بدوي، وبلغيني على طول. لا ما تاخرش عليا. عينيا. ياه يا حلاوتك يا ابو الرماميز. يا ترى بقى ابتدي بانهي الاول؟ بدي الاول ولا بدي ولا بدي ولا ايه الحيره المستديره اللي انا فيها دي؟ ابتدي بدي يا رمزي. اه صح والله، كانت تايهه عني فين. بس انا كنت هختار على فكره. متشكر قوي يا خواجه. دوله دوله حبيبي دوله. اتفضل يا دوله. الف حمد لله على السلامه. الف حمد لله على السلامه يا حاج. حاج ايه بقى؟ انا ما حجتش. انا اتنصب عليا يا ده رمزي، اتنصب عليا وما سافرتش. اللي اسمه مسافر ده طلع نصاب يا لا. اداني تذكره مستعمله واداني تاشيره مضروبه. ايه يا دوله، تذكره مستعمله ايه يا عم؟ واحنا من امتى اصلا بنستخدم التذاكر؟ احنا على طول بنزوج يا دوله من اللي بيلم الاجره. يا لا اجره ايه يا لا؟ هو احنا راكبين ميكروباص؟ دي طياره يا لا، طياره. طيب يا دوله، مش الطياره دي يعني يا عم ليها بابين؟ اه ليها بابين. خلاص يا دوله، كنت انت بقى تستخبى في الباب الثاني عقبال لما الكمساري يطلع من الباب الاولاني ويقوم مزوج كده وتقوم نازل بقى في محطتك. انط من الطياره؟ يلا هي طياره 30 بشرطه يلا، طياره ليها نظام يلا. انما رمزي بعيد عنه. اتنصب عليا يلا، اتنصب عليا. طب وانت جاي بتنهج ليه كده يا دوله؟ جاي من المطار ماشي يا سيدي، معيش فلوس. انا طب ليه يا دوله؟ ما معكش فلوس ازاي يعني؟ خالص معكش فلوس خالص؟ ايوه معيش غير ريالات. طيب يا دوله، ما انت معاك اهو، كنت تدفع ريالين يا دوله، او الاجره كمان ب40 قرش يعني، عادي جدا. بص مش ناقصه غباوه خالص، كفايه اللي حصل لي النهارده، كفايه انه اتنصب عليا. هروح البيت ازاي؟ طيب بص يا دوله، لا انت تروح، لازم انت تروح عشان تاخد دش كده هو من الحج. يا حج يا حج. يا غبي يا غبي، ما حجتش. انا اتنصب عليا، وبعدين ما ينفعش اروح لهم البيت وانا كده اهو، كلهم مستنيين ان انا راجع لهم من الحج، وبدعي لهم واخد لست الدعاء قد كده. هرجع اقول لهم ايه؟ لاهلي ولا الناس اللي في الشارع ولا جيراننا ولا الناس اللي نقوف في البازارات؟ هقول لهم ايه؟ هقول لهم ايه؟ اه صح يا دوله، ده انت في ورطه. طب وهتعمل ايه بقى يا صاحبي؟ مفيش بقى غير ان انا ايه، اقعد العشر ايام بتوع الحج هنا هو في المخزن بتاع البازار، بعد ما يخلصوا العشر ايام ارجع لهم كاني راجع من الحج بقى. يعني هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ صح يا دوله، فكره حلوه قوي. بس ما تنسانيش بقى يا عم، بعد العشر ايام دولت وانت راجع من الحج ان شاء الله تجيب لي المصليه والسبحه بتاعتي. يا حاج يا حاج. يالا ما حجتش يالا، اتنصب عليا يالا، اتنصب عليا يا غبي. يا نهار ابيض، جه اليوم اللي انا اترمي فيه في المخزن بتاع البازار مع الكراكيب ومع الزباله بتاعتك دي. يا دوله، الكل ظالم بدايه. والكل فارش ملايه. انت ايه، شمتان فيا ولا ايه يا ده رمزي؟ لا يا دوله لا والله، ده انا بحبك يا دوله يا حبيبي. ده انا يكفيني فخريا ان بير اسرارك. انت بير حرماني يا ابني.
انت سرداب مظلم ملوش نهاية. سنجاب؟ ايه سنجاب دي؟ لا بقول لك ايه شتيمة، لا دولة، بدل ما اسيب البازار وتتصرف لوحدك يا حاج. لا 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 انا مش قاصد خالص يعني. سنجاب؟ لا انا اسف، انا اسف يا رمزي يا حيوان يا حبيبي يعني. تعدل كده. ايوه حاضر اتعدل يا جزمة يا جديدة بتلمع لميع يعني يا كلب بوليسي. ايوه كده خلاص انا سامحتك خلاص يا دول، بس هتشتم تاني وتقول سنجاب دي تاني؟ لا مش هعديها لك يا رمزي. ايه ده سلام يلا. بقول لك ايه، اطلع لها بسرعة بدل ما تيجي نوع المخزن، اطلع بسرعة. حاضر حاضر يا دول، ما تخافش. حاضر. انت يا زفت يا مقرف يا اللي اسمك رمزي. رمزي. ايوه سناء. كنت فين؟ كنت فين؟ كنت فين؟ كنت فين؟ كنت بشوف التماثيل بس متربة، ولا لا قدر الله التراب راح من عليها. خلاص ما تحكيليش قصة حياتك، أنا ما بحبش أجي البازار عشان كده. يلا اجري هات الدفاتر والإيصالات كلها بتاع السنة فاتت عشان أعرف عادل كسب قد إيه والإيرادة قد إيه. حاضر يا سناء، أنا ممكن أروح أسأل بس دولة؟ يخرب بيتك رايح فين؟ هتفضحنا. استنى، رايح فين؟ رايح فين؟ بقول لك مسافر، مسافر، إيه مش فاهمة؟ مسافر. صح مسافر. صح مسافر بعيد. طيارة طيارة فوق. طيارة طيارة تحت. هزر هزر وغني بقى. ده عادل لسه مكلمني من 10 دقايق، قال لي اجري على البازار وروح شوف الايراد وشوف الشغل ماشي ازاي. يا شيخ ده انا سمعت كل الناس اللي واقفه حواليه، وهو عمال يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، يا رب وعدني يا رب زيك يا عادل. امين يا اختي امين. كدابه والله العظيم كدابه. ماشي يا سناء، عايزه تسرقيني؟ ايدك على اراضي النهارده. حاضر يا سناء اتفضلي. ده اراضي النهارده؟ ما لا. ولا لا؟ لا هو اراضي النهارده، بس هما بقى ناقصين 45 جنيه حساب الكوكتيل. كوكتيل ايه بقى؟ كوكتيل يا ستي، كان دولا شاربهم كده هم ب 45 جنيه كوكتيل، وما حاسبش عليهم من السنه اللي فاتت. كذاب والله العظيم كذاب. ماشي يا رامز بتسرقني؟ ماشي يا رمزي. انا همشي دلوقتي وهاجي بكره عشان اخد الايراد واتابع الشغل زي ما عادل قال لي في التليفون. حاضر يا سناء، مع الف سلامه يا نقنق يا حبيبه قلبي. يا حبيبه قلبي. ايه 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 نقنق وحبيبه قلبي؟ هو انت هتستفرد بيا عشان انا وانت لوحدنا في البازار وعشان اخويا غايب فاكرني سهله ولا ايه؟ انا اسف انا اسف يا نقنق. بفتكر. انا اسف. بحسب. انا شربت ب 45 جنيه كوكتيل يا كذاب. طب ما انت كمان كذاب. انا كذاب؟ كذبت في ايه يا اخويا؟ ايوه قلت لها انا مكلمك من السعوديه بقالي 10 دقايق صح؟ يا غبي يا غبي افهم، انا اساسا كنت متهبب قاعد في المخزن هنا، اكلمها ازاي من السعوديه من 10 دقايق؟ بتضحك عليك يا هبل. صح يا دوله صح. بس تصدق يالا والله فكره، انا ممكن اكلمها فعلا واعمل نفس ان انا في السعوديه عشان اثبت الوضع برضه. 100 100 دول. بس انا عايزك بقى تعمل ايه الصوت، يعني كان ايه الحجاج مثلا حوالين الكعبه كده. ما تقلقش يا دول، انا كنت بتفرج عليهم في كل الافلام يعني. عارف هتعمل ايه؟ عارف يا دوله. ماشي ماشي. نحن غرابة عك عك جئنا من البادية. بديتي بديتي يخرب بيتك، ايام الكفار يا هبل، ايام الكفار. مش طالب مش طالب. دول افلام كده دول. بس يا سنجاب. لا يا دول لا 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 يا دول. يا سنجاب لا لا سنجاب لا يا دول لا. اطلع برا اطلع برا اطلع برا، سيبنا ريح شوية يا سنجاب. لا لا يلا برا برا. لا سنجاب لا. ماشي ماشي بقى. تعال اخوك تعال. ايه ده انت جايب قرايبك هنا ولا ايه؟ لا يا دولة قرايب ايه يا عم، ده خروف. ما انا عارف انه خروف، جايبه هنا تهبب بيه. يا دولة بقى كل سنة وانت طيب، العيد قرب يجي والناس كلها تذبح في العيد يا دولة بقى. وانت شاري ده يعني من فلوسك عشان تضحي بيه؟ لا يا دولة شاري ايه يا دولة، وانا معايا فلوس يا عم اشتري. يا عم ده المعلم تيتي هو اللي قال لي خلي الخروف ده وانا عندك في البازار. خد يا حبيبي، وبعدين بعد كده انا هبقى اديك الفروه بتاعته. المعلم تيتي؟ ولا انت بتستهبل يالا؟ جايب لي خروف ان هو يقعد معايا في المخزن وبعدين مع البازار بتاعنا يعني، ولا البازار بتاعك؟ ولا خد الخروف ده واطلع بره يالا. دولا بقول لك شفت زعلته مني اهو، لو الخروف ده مشي انا همشي. يعني ما اقصدش ان هو يمشي يعني،
بس يعني معقولة خروف هيبيت معايا هنا يعني رمزي ولا ايه يعني؟ أيوة دولة. هي بص مسألة بقى دي، المسألة دي مسألة مبتدأ. مبتدأ صح، أنا كده اللي روحت في خبر كان. ماشي ماشي يا رمزي. ها نمشي ولا نقعد ولا ايه؟ لا خليه، اهو برضو ارحم منك يقعد معايا هنا في المخزن احسن ما انت تيجي تقعد هنا في المخزن. بس اربطه له والنبي عشان ما يقعدش يتنطط في المخزن طول اليوم. يتنطط براحته. ها جايين لك اهو يا خوخ. ايه دول يالا اللي انت جايبهم دول تاني؟ يا دولا دول خروف ومعزه، دول بتوع المعلم تمثال هيذبحهم. والمعلم تمثال بقى وعدك بايه بقى المره دي؟ هيديك قرونهم؟ لا يا دول انا القرون دي ما بتستهونيش يعني. طبعا انت عندك قرون جاهزه اهي. ها تحب امشي؟ تحب امشي؟ انا بقول يعني على اساس معقوله يبقى الخفه. نو ايوه بس نو كتير يعني نو. انت عارف اصلا نو يعني ايه؟ ايوه يعني اياك يا رمزي اوعى. منك الله يا رمزي على جنينه الحيوانات اللي انت جايبها دي، ناقصي تاني. تعالى خش حبيب قلبي حبيبي يا دوله. لعلمك انا مش مستغرب ان انت داخل عليا بحمار بجد يعني، بس انا عايز اسالك سؤال واحد بس يا رمزي. امر يا دوله. اللي اداك الحمار عشان تشيله عندنا في المخزن وعدك بايه بعد ما يتبعك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الباب ليه بيخبط بالطريقه الفظيعه دي؟ يا ربي مش معقول، مش وقته ابدا يوم، احنا قاعدين في روقانات والصبح. ده منزل عادل سعيد؟ ايوه. خير في ايه حضره الظابط؟ هو فين؟ في السعوديه بيحج عقبال املتك واملتي. بيحج ازاي؟ اذا كان معرفش يطلع من المطار. ايه؟ ازاي معرفش يطلع من المطار وهو مسافر بقاله 10 ايام؟ عادل اتنصب عليه. واحنا قبضنا على المعلم مسافر النصاب. وعموما عادل لازم يجي علشان يستلم الفلوس. حاضر يا حد الظابط، لما عادل يجي ان شاء الله هنبقى نبعتولك. طيب تبعتوه على طول. حاضر يلا بينا. مع السلامه. مع السلامه. يا رب. يعني عادل ما سافرش؟ هم راح فين؟ راح فين حبيبي ده؟ راح فين؟ ها رمزي حضرت الشنطه؟ يا دوله كل حاجه اللي انت طلبتها هنا هون في الشنطه. يا دوله جدع يا جهزت الميكروباص؟ يا دوله جاهز. بالنسبه للاعلام عملت فيها ايه؟ جبت لك يا عم اعلام بيضه وحمراء علشان ما نزعلش حد مننا. ماشي انا هتكل على الله دلوقتي اروح على البيت وبعدين ارجع. حاسبك يا رمزي. اصبر اصبر. ماشي يا دوله هوصلك يعني الميكروباص. بقول لك يا دوله ايه رايك يعني بدل ما تركب الميكروباص ما تاخد الحمار احسن تركبه؟ اخد الحمار يا حمار؟ الحمار ده يهبل لو انا طالع حج بر يا غبي. سمعت الصوت ده؟ يا دولة ده صوت طيارة. ايوه ما هي دي اللي انا جاي فيها. طب وانت وصلت ولا لسه يا دولة؟ بص ما تبوظليش الحجة. ماشي يا دولة. ماشي الف مبروك يا حاج. ياه بجد مش عارف اقول لكم ايه، مش عارف اقول لكم ايه. الحمد لله الحمد لله ان ربنا اخيرا كتبها لي الحمد لله. لا وانت ايه تستاهلها. يا سناء الوحيدة اللي تمنيت انها تكون موجودة معايا هناك كنت انت يا سناء. اشمعنى؟ ادعي بس يكون ربنا غفر لك. لا ان شاء الله يا ماما ان شاء الله يعني بإذن الله يكون غفر لي ان شاء الله الحمد لله يعني. بيبي عايزك تحكي لي عن المواقف كده الروحانية اللي هي السنسيتيف اللي هي اللي انت كنت مريت بيها هناك في الايه في اللحظات الحريجة اللي كنت فيها في الحج. تعرف جسم اشعر بمجرد ان انا افتكرت يعني لدرجه ان انا مش فاكر اي حاجه من اللي حصلت. وانا كومون تو دي سا شيري، ده كل الناس اللي بيروحوا في الحتت الروحانيات دي هي لا يمكن يعملوا اي نسيان. اهو نسيت بقى انا وخلاص يا حماتي يعني هعمل ايه. خدي يا ياسمين خدي الهديه الجميله دي اللي جابها لي. ايه ده يا بابا دي طاقه جده؟ لا يا حبيبتي دي مش عارف جبتها بقى وخلاص. خدي يا ماما. ايه ده دي ميه زمزم اللي انا قلت لك عليها؟ مش عارف. لا اكيد طبعا مش زمزم، دي بتبقى بيضه. الميه الثانيه دي مش عارف. خدي يا رانيا العبايه اللي انا قلت لك اهي اجيبها لك اهي. لا 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 ايه ده يا عادل دي عبايه راس يا حبيبتي. ايه ده؟ ايه ده؟ يا عينيا ايه اللي جاب الحاجات دي عندي في الشنطه؟ يا جماعه انا اكيد الشنطه بتاعتي اتلخبطت وانا في البازار. ايه؟ وانا في المطار، وانا في المطار اكيد اتلخبطت. ربيت يا عادل. يا عادل بطل لف ودوران واستعباط، احسن منك وبيفهم اكتر منك وبيتنصب عليه عادي. ليه مكسوف تعترف؟ يبقى اكيد رمزي فتن عليا. البوليس مسك النصاب.
البوليس هو اللي فتن عليا. ماشي يا بوليس ماشي. بصوا يا جماعة، البوليس هو مدام هو اللي قال يعني ممكن يكون لقى الفلوس مثلا مع النصاب. أيوة، وهو عايزك تروح عشان تستلمها. البوليس قال استلم الفلوس؟ أيوة. طب الحمد لله، هروح بقى للبوليس. عادل هتروح كده؟ لا، لازم أفك الإحرام الأول وبعدين أروح للبوليس.